السلامة. اليوم عبد الكريم أطلع معكم باش نحكيكم على حاجة جديدة، مش جديدة في فات بلوز موان جديدة، اللي هو النوفو تليفون تاع نوكيا اللوميا 1520 اللي كو جي تيستي بوندون ديزون 2-3 موا بالضبط. نحكيكم عليه شنو فيه الباهي والخايب، الماتريال والسوفتوير، سورتو علاش التليفون هذا سي لاندي ميور تليفون تاع 2014. ستوب يزي التليفون هذا تاع برودوي تاع نوكيا، كونتا فون نوكيا اللي تي راشتي بار مايكروسوفت، اي فيه ان بروسيسور دو 2 جيجا دو ميموار اي 32 جيجا دو ستوكاج، مي تلقاو لي تو كاركتيرستيك في اللين هذا يطلع هنا. قلت لكم كجي لا شانس باش نتستيه بوندون 2 موا اي صدقوني التليفون هذا سي لان دي ميور تليفون اللي تستو في حياتي. اول حاجه ديزاين تاع التليفون سمونو بلوك، معناها كيما الايفون يجي مكسري، يا دي فيس مي سون تري بتي، سي ان 6 بوص، كاليتي تاع ليكرون اللي اكسلونت كومبارابل ا لاموليد. بالطبيعة تعرفوا اللي القوة نتاع نوكيا أول حاجة في الريزو، إذا كان الناس تعرف في قارة العنبة سي لان دي غان تليفون لازم كونكتي في قارة العنبة في المدينة، وثاني حاجة الشارج، هذا دب نتاع الشارج يشد الشارج نهار كامل أموا مع توت لي كونيكسيون اللي عندي مع تو لي كونت انستغرام تو لي كونت ايميل فور سكوير يخدموا أبلان تو نهار كامل يشد الشارج فريمون حاجة طير على الآخر. الديزاين الالترا سليم كما تراو هنا، avec une caméra تاع 12 ميجا بكسل اذا كان انا مش غلط، و تحط رغم اللي بيان كو اللي هو 6 بوص تحط فاسيلمون في الجيب. فيما يخص السوفتوير، التليفون هذا يجي معاه ويندوز 8 que j'ai mis à jour ça fait un mois vers 8.1. بون زادوه حكايه المنيو هذا، حكايه النوتيفيكيشن سنتر، ثم حاجه باهيه في الخص الويندوز 8.1 اللي كان تعرفوها اللي تنجم تحط تراكورسي تاع اي حاجه، مزيد تاع ريشيرش تحط تصويرها في الكرون دي ماراج، تحط ان ليان، كل شيء تبنيه في الهوم سكرين. باش نحكي اول حاجه توا باش تبوني على الكاميرا اللي هي حاجه تري تري امبورطونت في توت سيري لوميا. اول حاجه اون بو لونسي فاسيلمون الكاميرا من بوطون الكرسي هذا كي اكزيست سي دوطر موديل دوطر تليفون. تراو هنا اللي الفوكس اللي تري on peut faire le focus على البوان نحبو عليه طرف rapidement. عندنا هنا une série d'options، on peut contrôler l'ISO، l'ouverture، vitesse، balance des couleurs، اللي حاطينها على الاخر بالنسبة للناس اللي تفوت فوتو. on peut obtenir معناها دي فوتو انكرويابل. نرجع هنا الفوكس اوتوماتيك، فوالا. فيما يخص الفوتو ماكرو، طبعا معايا هنا شويه
à quelques centimètres près, je me trouve à des résultats intéressants. Et là, avec le bidon, qui est 4 centimètres à l'objet, on va le faire un peu. شو شتاتي تفكيف تفكيف تقرب حكيت 3 سنتيمتر الرزده هو الميم. فيما يخص الفوتو نوكتورن نعمل في تصور طير على الاخر على الاخر هنا كونتر جور تفكيف لي ريزلتا سون انورم. الوغ ابار سا فتولي لوك اللوميا اللي اوفر بروفوندور دو شون. شوف هنا نقدر نعمل فوكس هنا فوالا فوالا شوفوا شوفوا بروفوندور دو شون اللي التالي الكل قعد اور من الفوكس اي سا اوفر دو تري بيل تري بو بالفوتو تري بو كليشي كون بو يوتيليزي بور انستغرام والا دوتر ابليكاسيون. الحاجه الخايبه في النوكيا اللي فيها ابليكاسيون تاع انستغرام كبيره برشا على الاخر يا برشا بالنسبه للعباد اللي صاروا في الانستغرام يعرفوا هذه فيرسيون كي دات دو بليزيور موا لي فيرسيون بتاع طلعت توا توا على اللوميا اي جماعه يستناو في الابديت اي مالوغوزمون اني با دوتر ابليكاسيون تاع فوتو كي بار اكزومبل اي ام ولا ريتريكا ولا نعرفش ليزابليكاسيون الاخرين اكزيست با فما برشا ليزابليكاسيون دي كليون معناها انستغرام مي il y a aucune application تاع IAM ولا ريتريكا مالوغوزمون. بار كونتر ما حاجه باهيه ابليكاسيون طير على الاخر اسمها سيستاغ سي ان كليون انستغرام كي سيبورت بليزيور كونت انستغرام ميم طون. شوفوا هنا سويتش اكونتس اي فوز فواري انا عندي قرابه ال 20 دو كونت انستغرام سور ميم تليفون اللي هي حاجه طايره برشا برشا والكوميتي مانجر سي ان غيف كي ديفيان غيريتي. فيما يخص ديز ابليكاسيون على الويندوز على الويندوز 8.1 تسيت قبل عام التالي ويندوز 1900 برسك كاين في بو او تري تري بو دابليكاسيون. بار اكزومبل حاجه باهيه في التويتر لو كليون تويتر سي لو ميم سور تو لي تيليفون سواء كان سوا لوميا اندرويد ولا ايفون نفس الكليون تلقاه في الواحد كل كي اللي هو بالطبيعه 5 كليون ليجي رابيد اي سورتو سيبورت بليزيور كونت بار ديفو. دونك فيما يخص الفيسبوك الفيسبوك توا ولا ابليكاسيون معناها نقولوا احنا ماتيور توا ولات معناها تخدم بالحق. قبل ما كنتش تنجم باغ اكزومبل تدخل على جروب ولا ما حاجه تلايكي كومنت توا تستعمل برشا حاجات بالفيسبوك نتاع لوميا برسك تعمل كل شيء برسك فهمت ولا سوف الادمنستراسيون نتاع لي باج فيسبوك اللي ريست اسي ليميتي. باغ اكزومبل اذا كان عندك باج فيسبوك ما تقدرش تبوستي كان ستاتيو ما تقدرش تبوستي ايماج ولا فيديو. حاجه اخرى تولي تحصل فيها تحصل فيسبوك في الفيرسيون 8.1 اللي انت توا تنجم بوستي فوتو ترجع روحك تعمل ابليكاسيون اخرى. قبل ما تنجم كان بوستي فوتو كانش اذا كان معناها اذا كان انت قاعد على الابليكاسيون اذا كان تنسى الابليكاسيون تخرج منها تخص كل شيء. وكما قلت لكم السيستم نتاع ويندوز 8.1 سي ان سيستم باش كل يعرفوا كيما ويندوز 8.1 لي زيكون سون توس كاري اي تنجم تبيني اي حاجه كوم راكورسي على الهوم سكرين تاعك. زابليكاسيون من هنا اون بو ديفيلي اون بو فير لازم نشوفوا بال باريليتر ونعمل ريشيرش بالاسم مي سا ريست اونكور تري ليميتي بارابور الايفون وبارابور بالطبيعة الاندرويد. معناها مازالهم برشا برشا خدمة باش يوصلوا سيستيم ماتيور كيما الاخرين. بقى كيما قلت الكاليتي نتاع الهاردوير نتاع الديزاين اي سورتو الكاميرا اي سون تري تري اكسيلون سو اكسيلون تو كور. وانا اي كيما قلت لكم سي لان دي ميور تيليفون كو جي تيستي سنا ابار لي اكسيبسيون كيما قلت الحاجات الباهيه الكاميرا الاوتونومي تاع الباتري الديزاين الهاردوير الرابيديتي رابيد على الاخر الميموار 2 جيجا سي اس سي معناها 2 جيجا بلس انو بلاسمون ميكرو اس دي ما تكونش هذا سيبورتي
سبورتي كان عنده نانو كارت سيم كيما الايفون 5 سبورت سيلمون سول كارت سيم وعنده امبلاسمون ميكرو اس دي. الحاجات الخايبه للويس بروحه لي ابليكاسيون اي سون اسي ليميتي الانستغرام ني با جور فيسبوك. طاو نحكيو على الباهي والخايب نتاع اللوميا 1520 عند نوكي. هذا اول حاجه باهيه هي الكاميرا حاجه طيرة برشا كاليتي بروفوندور شون كونترول مانيوال. الباتري كيف كيف تشد نهار كامل اللي الناس تعرفوا السمارت فون مش تدوش جمله حتى ميم با شطر نهار تشد نهار كامل اون بلان بويسونس اللي هي كاليتي طيرة على الاخر. حاجه اخرى ثم ابليكاسيون سبيسيو كيما سيستاك كيما ابليكاسيون اخرى تجري لي باج كونترول باج سي لوتر بلاتفورم. ثم حاجه اخرى في ماتريال طير على الاخر اللي لونتري تاع الكاسك تاع اللوميا البو اكسبتي دي ميكروفون رود ولا ميكروفون اولمبيوس اللي كي سون سبورتي بار اتش سي سامسونج ايفون اكسيتيرا. توا الخايب اول حاجه خايبه في اللوميا 1520 لو بري. اللوميا 1520 في الحانوت اليوم يكوت 1700 دينار اللي هو غالي برشا يعني با كونكورونسيال بارابور تليفون سور مارشي كيما التليفون اندرويد وال وسورتو الايفون. الحاجه الاخرى الخايبه اللي الويندوز 8.1 مازال ليميتي برشا فما دي ابليكاسيون كو سون با ديسپونيبل كيما الايام ريتريكا اي بلان بلان دو تروبلي ابليكاسيون كومباري بالايفون وكومباري بالاندرويد. ودي تبيع حاجه اخرى خايبه مع مايكروسوفت اللي لي ميزا جوغ ياخذوا برشا باش يصيروا ديما ديجا الويندوز 8 باش تعطي 8.1 قعد تقريبا عام اللي في دي بلاتفورم اخرين كيما الاندرويد ولا الايفون دي ميزا جوغ سون بلو فريكونت. اون فان كونت الفيرديكت فينال معناها سان تري بون تليفون اللي كان نسوي الصوم اللي كان ديجا على انستغرام على الابليكاسيون بازيك انا كاميرا طايره على الاخر كي بي فير دي فوتو سوبر دي فيديو اتش دي. اون فان كونت سان تري بون تليفون نقول لكم انا جيت سي برشا تليفون تسنا هذا سي لان دي ميور تليفون تاع 2014 لويا 1520 سي ان تليفون اكسيلون رغم اللي انا ما نحبش مايكروسوفت مي نحب نوكيا كيما قلنا كي نساو حكايه الصوم حكايه الميتاسيون تاع لي زابليكاسيون انا واحد من الناس نختارو كوم تليفون دو باس اي ميرسي اي اوفوار دو نوفو تيست.